بتفكرش تخوض تجربة في تونس دلوقتي مثلا في أفلام أو مسلسلات تونسية؟ والله مكلميني على مسلسل من يوم فلسه من يوم يعني ده لسه حصري الفوشي لسه حصري يعني كلموني على مسلسل رمضان في 2018 19 19 فلسه في اول كلام يعني بنتكلم في الدور كده شويه بس في فيلم مصري كمان يعني ان شاء الله هكون فيه هطلع فيه يعني مصري يعني دراما المسلسل اللي كلموك عليه تونسي والتونسي والفيلم مصري ان شاء الله يكون فيه كمان دراما مصريه وعربيه بصفه عامه. عايزين نتكلم عن تفاصيل شويه عن دورك في المسلسل التونسي في رمضان والفيلم المصري. انا مش قادر اتكلم عليهم الاثنين عشان كلام بس ما نضيلش معاهم بس لسه مكلمني المنتج امبارح في تونس عشان دور تونسي كان عايش بره بس تونسي فما تكلمناش في تفاصيل عشان هم كمان الورق لسه مش يعني لسه ابتدوا فيه دلوقتي فممكن انا هدخل في شويه تفاصيل وممكن في حاجات تتغير في اوله يعني الكتابه في اولها. والفيلم المصري؟ الفيلم المصري هو دور مصري هي الحاجه الوحيده اللي ممكن اقولها يعني عشان لسه ما مضيتش معاهم يعني اتكلمت مع المخرجين هم اتنين دي معلومه اضافيه بس لسه ما مضيتش العمل بيخرجوا اتنين؟ اتنين بالظبط فانت دوري على اتنين اللي هيخرجوا افلام فان شاء الله في اعمال جايه في المستقبل في ناس تانية كلمتني كمان بس ان شاء الله الحاجات تبقى واضحه اكتر الاسابيع الجايه. نجيب بعد تجربه الشارع اللي ورانا الناس كانت مبسوطه جدا وردود الافعال اللي انت شفتها ازاي؟ ردود افعال حلوه جدا انا شفت انه ناس ابتدت تعرفني كويس من الهرم الرابع يعني الهرم الرابع عامل ضجه كبيره هنا في مصر وبعد كده الشارع اللي ورانا والقيصر وطلق صناعي ردود فعل حلوه الناس طيبين جدا المصري يعني بصفه عامه تلقائي جدا ويعني لما بيشوفوني في الشارع بيجوا على طول كده وعايزين صوره ومبسوطين جدا ده يفرحني جدا عشان ده يوري ان شغلي ما راحش على الفاضي انه ده بيشحننا يعني بيشحنني انا كممثل يديني طاقه ايجابيه ودي حاجه حلوه بالنسبه لاي ممثل. ما بتضايقش لما بتحط في الادوار ان انت كشخص اجنبي او ملامحك مش مصريه شويه؟ صحيح ملامحي مش مصريه بس خلاص انا عملت ادوار اجانب كفايه ودلوقتي في المستقبل ان شاء الله ادواري هتكون كلها مصريه ابتداء من الفيلم ده الجديد المصري هيكون مصري. انت لازم تقول لها تفاصيل بقى على الفيلم الجديد ده. لا ان شاء الله المره الجايه لما في اللفه كده هدي لك اكتر تفاصيل ان شاء الله في المستقبل اول ما امضي ان شاء الله هاجي لكم يعني هقول لكم يعني فوشيا اخبار الفيلم ده. نجيب ما بتنزعجش من الكلام اللي بيتقال ان في مشاكل بين الممثلين التوانسه في مصر زي عائشه ودر والمشكله الاخيره بينهم؟ لا انا ما سمعتش باي مشكله ما فيش اي حاجه يعني انا مش سامع ولا حاجه على القصه ديت لا احنا يعني بنتقابل مش قوي عشان كل حد احيانا يبقى في حته ظافر احيانا يبقى في لندن انا في تونس عيشه تبقى مسافره حته تانية دبي فما تقابلش كتير فيمكن عشان كده الناس فاكرين ان احنا مش قريبين بس احنا قريبين يعني عشان كده ما نتقابلش قوي فهم فاكرين ان احنا متخانقين او في مشكله لا ما فيش اي مشكله بنحب بعض كلنا وانا مبسوط جدا اني قابلت ظافر من كذا شهر ما قابلتوش قعدنا نتكلم نرغي كده تقريبا الساعه المره اللي فاتت دي حاجه تفرح يعني اتواجد مع بلديتي. عامل ازاي مع المعجبات وليه لغايه دلوقتي ما اتجوزتش؟ ده سؤال محتاج برنامج لوحده. بتعامل طريقة عادية يعني باحترام ناس محترمين جدا هنا فأنا بكمل التعامل معاهم يعني بطريقة محترمة وليه ما اتجوزش؟ دي حاجة ربنا يعني كل واحد عنده يعني السكة بتاعته بتخصه فهو ده المكتوب. ما فيش موقف مثلا غريب حصل ليك من معجبة هنا في مصر كنت مش متوقع إن هو يحصل؟ يبقوا في ناس عايزين رقم التليفون فكل مرة بدي حاجة مختلفة يعني.